زنجينة جنكي يا مروة الصمون قلبي. كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك ان شاء الله يا رب وعساكم من عواده. اليوم اول يوم العيد مثل ما شفتوا انه اول شيء سويناه انه رحنا زياره المقبره وقرينا الزياره والفاتحه وهديناها وان شاء الله واصل يا ربي، وبعدها ريوق العيد لازم يكون الجيمر العراقي والصمون الحجري. طبعا سويته الريوق على السريع يعني ما خليته هواي شغلات لانه احنا طالعين مسافرين، فبعد الريوق بس راح نتريق، احنا مجهزين كل شيء، مجهزين غراضنا وراح نسافر ان شاء الله وناخذكم ويانا وان شاء الله تستمتعون بسفرتنا. راح نبقى 3 ايام ونرجع. فاقول لكم مره ثانيه عيدكم مبارك وتعالوا خلينا نكمل شنو نسوي باول يوم العيد. هسه احلى فقره بالعيد وهي فقره العيديات من الحجي. يلا حجي حرك جيبك، اطع عيديات لا تغلس، اوكي؟ يلا مو لان نريد نطلع كل مره يلبس دشداشه، اليوم نريد نطلع. يلا لازم شو تسوي لحتى اعطيك فلوس ادم؟ حتى اعطيك عيديه تبوسه بعد. هاي الدومي هي عيديه. وهاي الانو فرحه احنا بالعيديه. وهاي الحق ما لحقنا العام اعطيتك 10 هالمره 20. اي كبر حنوش. لا منشوله. ها مو ميسر والله. اعطيتك العام 20 هالمره 50. انا شنو صار لي سنين انتظر هاي ال 50. انت ميسر اعطيك عيديه. ليش يوم؟ شنو؟ انا عندي ام ولا عندي ام ولا يلا يلا ما يحتاج. كل عام وانت بخير. صحة وسلامة وان شاء الله تبقى خيمة عالية. كافي كافي شنو هاي؟ ايش عليكم؟ حتى المتابعين ذاك العيد يقولون دنيا انا لقيت حجه. شنو؟ هلا بالاخضر، هلا بالاخضر، هلا هلا هلا. مثل هدومي. مثل هدومي. زين ومن يعطيك عيديه؟ انا اسمع ما يعطي هو ابو البيت. لا انا ما اريد عيلك. ادم بلون هدوم ادم. انا بلون هدوم ادم. حنوشه من يعني انه كبيره يقولوا لك انه لازم 20. ها هسه خلصنا التصوير شنو؟ ها محمد قمت تجمع. والله ما بس قدام الكاميرا.
شوف العيديه لازم للام للام هاي ايه للام العيديه انا ما يقبلون هاي قبل كانت تعبر علينا يلا هسه نتريق يلا تعالوا تريقوا راح نطلع كل من يصرف بس عيديته كم 20 هاي اذا حط السواني 50 90 90 ماما 100 يعني 190 يعني طيبكم عيديات ب 190 هاك ها طبعا راح اخذ شغلات للطريق هذا بلوبر غسلته ما اكله راح اخذه وياي صمون بقهم راح اخذه اشوف شنو اخذ لهم بعد لان طريقنا تقريبا 5 ساعات وهنا كليتهم راح اخذها هاي فواكه اخذت هذه كليته كلها وزعتها بقت بس هاي اليوم هوايه ناس هناك موجودين لانه عيد وهي المقبره هاي مال المسلمين فكانوا كلش هوايه ناس الحمد لله وزعتها كلها الكليتشه بقت بس هاي يلا راح اخذ لكم هاي الكليتشه واخذ لكم هاي الفواكه التفاح والطريق يعطي نشاط بس اريد احمي هاي القهوه اشرب قهوه على السريع محمد تريد قهوه يلا راح اسوي قهوه على السريع يلا جاهزين للانطلاق؟ فرحانين؟ يلا ان شاء الله نوصل بالسلامه يلا تعالوا يا حبايبنا وشوفوا احنا وين رايحين وين مسافرين ماخذينكم مكان يخبل ويجنن وراح نقضي احلى عيد ان شاء الله احنا طلعنا اول يوم العيد مثل ما شفتوا وراح نخلص العيد ونرجع ان شاء الله ورا العيد عندنا سفره وين البرلين لامريكا العلوش ها زنقين ها شوفوا كل سيارة بيها وحدها اي ها اليوم تفول اليوم عيد المرأة ها اليوم عيد انا ما فول شوفوا يلا ارتاحيتوا اليوم انا زنقين اليوم زنقين محمد يلا فولها فول ها 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 اخذ لك اياها للمطبخ لا شكرا ما اريد هاي شنو يعني انا ما استعمل هاي الشغلات ليش ها استعملين شوف هاي هنا انا مخلين تشوف قف واحد اليجانت ما يريد يتوسخ وهنا انا ورق وهنا انا سطله وبها فرشه قف واحد مثل محمد نظيف يريد يريد يغسل الجامه مال السياره ها زنقينه منو الزنقين منو راح دفع فلوس انت زنقين اليوم منو راح دفع فلوس انا اي هذا ذيك المره انفجر هذا مال الطاقه النوويه تفرغوا كل المنطقه على مود ليفركوزن هاي طبينا جسر حيه ودرج نفتر نفس المكان ما اعرف ليش ما ادري يعطينا عدل يعطينا عدل بس تصليحات وهاي تشوف شلون فرع هيا ودرج هسه نرجع نفتر الجسر احنا ذيك هسه طلعنا منها مو لا مو منها ترى احنا افترينا هواي كنا بذيك الجهه هسه جينا لهنا هاي الجهه الثانيه اي هسه راح نروح من يم البرج هسه صح برج الجزيره نزلنا طبعا هاي الاستراحة الأولى سقنا ساعتين هاي بشهادة سقنا ساعتين ونص أكثر من ساعتين ونص 3 ساعات إلا شوية طبعا الكليشة رغم سمرة بس طعمها صحيح شكلها أسمر بس طعمها يجنن أكو سئلوني قالوا دنيا شلون تصير بالطحين الأسمر هشة لو يابسة لا ما تصير يابسة أبد
هاي عصرونية كليتها وقهوة وحب شارب مليان الطريق البحث يقولون يمكن تصير يابسة لأن طحين هذا أسمر. تريقنا وطلعنا وراح نوصل على العشاء بس المكان رايحين له يستحق، اكيد يستحق هذا الطريق الطويل وهذا التعب. اليوم اكيد راح ننام لان تعبانين، وباكر ان شاء الله راح ناخذكم مكان يخبل ويجنن. انتظروا الفيديوهات. هاي ايدي ليش هيك تسوي صلخ راجيات تش 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 لو سحق له راجديات عادي انتو تحملوا دنيا محمد. حبايب قلبي لا تنسون تخلون لايك للفيديو وتشتركوا. هاي ضحكت تعيب عليها شموسه. لا تنسون تخلون لايك للفيديو حبايب قلبي وتشتركون بالقناة إذا مشتركين وتفعلون الجرس. طبعا شكرا جزيلا لكم حبايبي، أشكركم على تفاعلكم الحلو بالقناة، طبعا مو بس القناة الأولى، بكل القنوات وبكل حساباتي بالتيك توك وبالإنستغرام وبالفيسبوك. أحبكم كومات حبايبي، وأكيد إحنا وياكم راح نحطم الأرقام القياسية ونصير نمبر ون. هسه نمبر 1 بعد تويتر. الحمد لله ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله. حنوش فلشتنا حطمتنا. خليني اقول حاليا بنص اوروبا. شوفوا هاي الدول، هسه الحدود مال هاي الدول كلها. ويو شو يقول بعد دقيقه؟ اي هاي وصلنا. وكان نوصل وين احنا هسه؟ بالعراق بابل، تتخيلون؟ لا فندق بابلون. هسه راح ندخل ونراويكم الاجواء، وبعدين راح نروح مكانات كلش حلوه هنا قريبه، اكيد راح تشوفوها بالفيديوهات الجايه. بس خلونا ندخل نرتاح هسه، وبعدين راح نصور لكم كل شيء موجود هنا. هسه خلينا اغراضنا وطالعين نتعشى ونرجع. طبعا الفندق تحسون انه انتوا ببابل، ايش قد حلو. شوفوا كل هاي مال الاثار، اسد بابل، كل هاي الشغلات موجوده. شوفوا هنا ايش قد حلو، حسون نفسكم بالعراق وبابل بالتحديد. شوفوا هاي هنا المدخل كلش حلو. هامتين الكارتات اخذ وياي لو اوكي. هنا الاجواء كلش حلوه تجنن. شوفوا هاي هنا اكو مطعم، بس المطعم تايلندي، وهاي النافورات. الاجواء بالليل الجو الهواء يخبل ويجنن. هسه رايحين نتعشى وبعدين نرجع ان شاء الله. يلا خلنا ناخذكم ويانا. اليوم ما خلص الفيديو الا يخلص النهار كله. يخبل ويجنن الفندق كلش حلو. راح تجون هنا طبعا كلش ترتاحون، ولانه المكانات السياحيه الداير مدايره. ان شاء الله نلحق نروح لهن كلهن باكر وعقبه، لان احنا جايين يعني بس 3 ايام، مو سفره مو طويله، بس على العيد. هاي شنو هاي؟ السايق عافنا وراح. السايق عافنا وراح. يلا خلونا هنا نستكشف. اكو مطعم مال مشاوي راح نروح عليه، يبعد من الفندق ربع ساعه. واكو مطعم عراقي وهوايه مكانات قريبه. 5 دقائق يا ربع ساعه. خمس دقائق العفو. انتوا بس تدخلوا الفندق، هو راح يعطيكم شنو مطعم قريب، شنو الشغلات السياحيه الموجوده، وكل هاي التفاصيل راح تاخذوها من الفندق اول ما تدخلون. فهسه راح نتعشى ونرجع. Thank you.
فيها اثار بابل.